تتواصل بشاطئ الوطية بإقليم طنطان الحملات التحسيسية التوعوية التي تشرف عليها السلطات المحلية والمصالح الأمنية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني بالمدينة لحث المواطنين والمواطنات على الالتزام التام بالإجراءات الصحية الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا، حيث يعرف شاطئ الوطية توافد المصطافين لقضاء العطلة الصيفية. اعتمدت فعاليه المجتمع المدني بالوطيه على انها تجي لشاطئ الوطيه بحكم انه تعرف يعني اقبال ديال المصطافين يعني بارتفاع يعني نسبه الحراره في المدن المجاوره. ارتأت جمعيه طموح بشراكه مع فعاليه المجتمع المدني باش انها يعني توزع كمامات وقائيه وكذلك معقمات وتعطي يعني واحد الارشادات بالنسبه للمصطافين باش يحميوا راسهم من هذا الوباء. الحملة التي جابت كورنيش المدينة الذي يعتبر الوجهة الرئيسية للمصطافين تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها البلاد تروم توعية الساكنة والزوار بأهمية احترام التدابير الوقائية لاحتواء جائحة كوفيد-19، لا سيما ارتداء الكمامات الواقية والالتزام بقواعد النظافة والتباعد الجسدي وكذا تجنب الازدحام والتجمعات غير الضرورية، بالإضافة إلى توزيع أدوات التعقيم وملصقات التشوير.